ساكت ليه؟ نعم أفندم، هي خلاص بقت كده؟ بقينا حبايب وبنتدخل في شؤون بعض؟ عيب كده يا هبة، ما يصحش، اتأدبي. ده مهما كان خالك برضه، واحترامك كبير واجب. اسكتي انتي، خلاص فتحتي له باب البيت ودخلتيه وقعدتيه في الصالون، ما ضيفتيهوش بحاجه ليه بالمره. بصي بقى، فكك من الشويتين بتوعك دول. الحركه اللي انت عملتيها دي وراها حاجه، وحاجه كبيره كمان، ولازم اعرفها. انت مالك انت بتتدخل في اللي مالكش فيه ليه؟ اصبر بقى لما عايده تيجي وهتشوف وراها حبيب. صح. يا ساتر يا رب، معقوله يا هبه انت يطلع منك كده؟ لا 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 لا، احنا اتربينا على الاصول وبنتجوز اللي بيجي من الباب على طول. ايه رباب، بلاش انت، يلا يا عم الحاج بره. هتكوني شبه مين يعني؟ امشي اطلع بره. هطلع يا هبه، ومش هحاسبك على قلة أدبك، لأني عارف إنك مجنونة زي أمك وهعديها. بس لازم تعرفي، أنت لو عندك مشكلة محدش هيحلها لك زيي. أنا لافف وداير وأعرف الكفت، وأعرف إزاي أحل لك مشكلتك من غير بقى الحركات المكشوفة بتاعتك دي. ده أنت يا هبة يطلع منك كل ده؟ يخرب بيتك، ده أنت طلعتي حكاية. أنت هتصدقي الكلام الأهبل ده كمان؟ خلاص هتعمليها لي موضوع وحكاية؟ يا بت على عمته برضو، ده أنا اللي مربياكي. الجدع ده ما يخشش البيت تاني، فاهمة؟ واتش إت.